نجل قائد ميليشيات الكرامة عقبة حفتر يؤكد في محادثة مع النبأ إصابة والده بتليف في الرئة ونزيف بالدماغ. انطلاق اجتماع أبوظبي لاختيار بديل لحفتر، وإذاعة فرنسا الدولية تؤكد أن الإمارات تحاول إقناع عقيلة صالح بتوجهها. أهلي درنا يحيون الذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم الدولة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا. أكد نجل قائد ميليشيات الكرامة عقبة حفتر إصابة والده بتليف في الرئة ونزيف في الدماغ. وأوضح عقبة في محادثة مع النبأ أن خليفة حفتر لا يزال في غيبوبة، لكن حالته مستقرة وفق قوله. أضاف نجل قائد ميليشيات الكرامة أنهم طلبوا من الصحفيين أن ينقلوا عبر الإعلام أن أوضاع والده الصحية جيدة.
إلى ذلك ذكر موقع ميدل إيست آي نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله أن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر يعاني موتا سريريا ولن يعود إلى طبيعته مرة أخرى. وأضاف المصدر أن حفتر يعاني سكتة دماغية لا يمكن علاجها نتيجة انتشار سرطان الرئة في جسده حتى وصل إلى الدماغ. حفتر ميت سريريا ولن يعود إلى طبيعته، هذا ما كشفت عنه مصادر أوروبية لصحيفة ميدل إيست آي بعد أن تضاربت الأنباء بشأن صحته. بحسب تصريحات الخبراء الطبيين للصحيفة، فإن قائد ميليشيات الكرامة يعاني انتشار السرطان في جسمه حتى وصل إلى دماغه، وهو ما يرجح عدم قدرته على الجلوس والكلام والحركة. وعلى الرغم من توفر الأدوية اللازمة لتخفيف الورم في الدماغ نتيجة تعرضه لسكتة دماغية لا يمكن علاجها، إلا أن هذه القدرة ستكون مؤقتة وفق الصحيفة. ووفق ما أكده دبلوماسي أوروبي، فإن مرافقي حفتر حاولوا ترتيب ظهور إعلامي لقائدهم، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك. معلومات كانت قد كشفت عنها النبأ منذ الحصول عليها من مصادر خاصة، إلا أن البعثة الأممية على لسان رئيسها غسان سلامة صرح بأن حفتر بصحة جيدة وتواصل معه هاتفيا لعشر دقائق. ولكن ما ظهرته صحيفة أبرز عكس ذلك، إذ ألمحت إلى أن حلفاء حفتر من الإمارات ومصر وإيطاليا ضغطوا على المبعوث الأممي ليعلن أن حفتر لا يزال حيا، ما يفسر رغبتها في ترتيب أوراقها الداخلية وتعيين من يخلف خليفتهم. من العاصمة الفرنسية حيث يتلقى قائد الميليشيات العلاج، يأتي التأكيد من وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودوغيان أن حفتر موجود في مستشفى عسكري بباريس. ورغم هذه التأكيدات يواصل تيار الكرامة التكتم وتفنيد خبر مرضه، بل ويتشبث مؤيدوه برواية واحدة أنه يتمتع بصحة جيدة وسيعود لأرض الوطن قريبا. تقرير ميدل إيست آي أوضح جليا أن التغطية على حقيقة الوضع الصحي لخليفة حفتر أخذت أبعادا أخرى، ويبدو أن لعدد من الدول مصلحة في ذلك. فالاجتماعات المنعقدة في أبو ظبي لإيجاد بديل لحفتر تؤكد وقوف أجندات خارجية للتغطية على وضع قائد الميليشيات إلى حين الاتفاق على بديل له. وللحديث أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التونسية الخبير الجيوستراتيجي السيد غازي غازي معلا. السيد غازي أهلا بك. مرحبا، مساء الخير. نعم أهلا بك سيد غازي. يعني نشرت على صفحتك الشخصية على الفيسبوك قبل قليل صورة تبدو كأنها داخل مستشفى بيرسي أين يمكث خليفة حفتر، هل هي بالفعل داخل المستشفى؟ هل تمكنت من الدخول؟ نعم، أنا دخلت المستشفى المذكور في باريس، في ضواحي باريس، مستشفى العسكري. أنا كنت في زيارة خاصة لأحد الأصدقاء الذين يقيمون بهذا المستشفى مصاب بمرض ما، وكانت بالصدفة نفس المستشفى الذي يقيم فيه خليفة حفتر، ولذلك يعني من بعض الفضول مني تمكنت من داخل المستشفى. الحقيقة أنا لم أحاول الدخول المستشفى لمراقبة أو مشاهدة أو الاطلاع على حالة خليفة حفتر، لكن الصدفة كانت أن أكون في نفس المستشفى، فببعض الفضول حاولت أن أعرف حقيقة الوضع الصحي لخليفة حفتر، وتمكنت من مشاهدته عبر يعني مرآة التي كانت تفصل الممر عن الغرفة التي كان يقيم فيها. طيب صف لنا ما شاهدته سيد غازي، وأيضا الوصف الدقيق كنت سمعت للوصف الدقيق من المصادر الطبية في المستشفى. الصراحة أنا لم أتحدث إلى مسؤول طبي بارز في المستشفى، لكن حاولت أن أسأل بعض المدين من الذين يمثلون الطاقم الطبي للمكان الذي هو موجود فيه خليفة حفتر، أي القسم الذي هو قسم العناية المركز الذي كان يقيم فيه خليفة حفتر، وفهمت من بعض المتحدث اللي تحدثت معهم أن خليفة حفتر مصاب بحفاكم عفانا الله سرطان منذ أشهر عديدة، وأصيب في الأيام الأخيرة منذ بداية شهر 4
تقريبا بنزيف دماغي نقل على أثره إلى هذه المصحة عبر الأردن كما يعلم الجميع. وهذه هذا النزيف على أثر هذا المرض العضال أصبحت حالته الصحية في تعكر شديد وفقد يعني شبه النطق يعني صعوبة أو استحارة الكلام وصعوبة التحرك وهو يعيش في حالة يعني غيبوبة شبه غيبوبة منذ وصوله إلى المستشفى. ويعني الوضع الصحي بتاعه يعني شبه قريب جدا من الموت السريري يعني. طيب يعني أين يمكث خليفة حفتر في هذه الغرفة؟ هل هنالك عناصر أمنية للحماية؟ هل يعني شاهدت أحد أفراد عائلته؟ إن كانت هنالك شخصيات بارزة حول المكان الذي يمكث فيه؟ صراحة لم أشاهد أي من المقربين أو الحراسات الخاصة لخليفة حفتر، لكن المستشفى هو مستشفى عسكري، الدخول له هو شبه ممنوع إلا بإذن مسبق يعني منذ البوابة الأولى للمستشفى من بوابة المستشفى على الطريق العام. يعني صعب جدا أن تكون زائر عادي إلى المستشفى أن تدخل لهذا المستشفى إلا بإذن خاص أو أن تكون عسكريا لك إذن بالدخول لمستشفى عسكري، يعني هي منطقة عسكرية، لذلك ليس هناك حراسة خاصة، لكن الحراسة موجودة على كامل المستشفى وهناك مراقبة شديدة على كامل المستشفى، ليست خاصة بخليفة حفتر لكن خاصة بالمستشفى عموما. ليس هناك يعني تعزيزات أمنية خاصة بخليفة حفتر في مكان إقامته في هذا الجناح الذي هو فيه يعني. طيب يعني ندقق مرة أخرى في الوضع الصحي له لخليفة حفتر. المصادر بعض المصادر تقول أنه في غيبوبة، مصادر أخرى تقول أنه ميت سريريا، أنت ذكرت أنه لا يستطيع النطق، لكن يعني ما المعلومات التي تحصلت عليها؟ لأن الموضوع يختلف بين إن كان في غيبوبة أو ميت سريريا، يعني بدقة هل من معلومات تشير إلى أنه في داخل غيبوبة أو ميت سريريا؟ أنا قلت هو شبه ميت سريريا، أنا لم أجزم أنه ميت سريريا، أنا ما لاحظته بعيني أنه الرجل في غيبوبة، لا يمكن أن أجزم أنه في موت سريري، لكن ما فهمته من الطاقم الطبي أن وضعه الصحي متعكر جدا وأن عودته إلى أو شفائه يعني شبه صعب وصعب جدا، ويعني طبعا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الطاقم الطبي الذي سألته يكاد يجزم أنه لا يستطيع أو يصعب عودته إلى حالته الطبيعية كما كان قبل. يعني النزيف الدماغي الذي أصيب به على أثر هذا السرطان الذي كان يعالج منه منذ أشهر عديدة جعل الرجل في حالة يعني شبه ميؤوس منها، لكن لم يصل بعد إلى حالة اليأس التام، لكن أن يعود إلى سالف نشاطه الطبيعي فهذا شبه مستحيل. طيب يعني حالة حفتر يعني اتسمت في البداية بالغموض والتكتم من المصادر الفرنسية، يعني بصفتك خبير استراتيجي هل يعني يتبع هذا الموضوع الأعراف، وهل يعني هذا يعتبر طبيعيا في التكتم على حالته أو حالة أحد العناصر؟ أكيد أنه شخص في حجم خليفة حفتر وفي حجم الدور الذي يلعبه في هذه المشهد السياسي في ليبيا، مهما كان هذا الدور وما كان هذا المشهد، يعني الأطراف التي تكتمت أو حاولت التكتم على وضعية خليفة حفتر كان هدفها الأول والأخير والخوف من الفوضى، لأنه الجميع أو الكثير يعلم أنه حفتر كان يشكل بين ظفرين حسب اعتقادهم عامل استقرار داخل الشرق الليبي، ويمثل حالة إجماع ما بين مجموعات عالية داخل الشرق الليبي، وغياب حفتر أو غيابه الجزئي أو الكلي على المشهد لفترة طويلة أو لفترة أو غيابه الكلي على المشهد بعد وفاته إن توفى أو إن مات، فهذا سيجعل المشهد مرتبك جدا، وخاصة أنه الكل لم يجهز ما بعد حفتر، ليس هناك خطة بديلة، ليس هناك أسماء، ليس هناك طريقة لو استراتيجية واضحة ماذا نفعل لو غاب حفتر، لذلك هذا الغياب الفجئي وهذا المرض الفجئي الذي أصاب خليفة حفتر أصاب الجميع بارتباك، وما جعل التكتم من ناحية وبعض الأحيان الكذب على حالته الصحية، وفي بعض الأحيان الأخرى الخوف من ماذا يمكن أن يقع بعد، وهذا ما حدث الآن، لأنه بعد أن أصيب خليفة حفتر بهذه الحالة المرضية الصعبة والخطيرة جدا، السؤال المطروح الذي كان مطروحا منذ أيام عديدة أين سيذهب حفتر؟ هل سيبقى في فرنسا إلى أبد الأبدين؟ هل سيعود إلى ليبيا؟ هل سيذهب إلى الأردن، الإمارات، إلى مصر؟ وكانت كل الدول وكل أجهزة هذه الدول تتناقش بين بعضها حول مصير هذا الرجل إذا تم معناتها العلاج وانتهت الدورة العلاجية، لأنه في الأخير مستحيل أن يبقى إلى أبد الأبدين في غيبوبة.
حيبوبة تامة، اما ان ينقل الى مكان يكون قريب من 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 من, من اهله وناسه، وكتب له الشفاء فسيكون بين اهله، او وان توفي سيتوفى بين اهله. لذلك كانت هناك نقاشات عديدة بين هذه الأجهزة حول مصير حفتر ومكان إقامته بعد الفترة العلاجية الأولى. ولذلك أعتقد أنه كان هناك تخوف وتهجس من بعض الدول، وخاصة مصر الدولة الجارة، أن تستقبل حفتر. لكن المعلومات الواردة أخيرا والتي استيقناها من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في فرنسا، أن خليفة حفتر ممكن بعد أن يعني ساعات قليلة أو بعد أيام قليلة بأقصى تقدير أن ينتقل إلى القاهرة ويصبح مقيم في أحد المصحات في القاهرة ليبقى على هذه الحالة الصحية التي كنت أصفها إليكم. نعم، سوف نكمل في الحديث عن هذا الموضوع. ابقى معنا، تفضل بالبقاء معنا السيد غازي معلة. أكد مصدر مطلع أن اللجنة المصرية الإماراتية بدأت اليوم اجتماعاتها لاختيار بديل لحفتر. وأضاف المصدر للنبأ بأن الاجتماع يحضره ممثلون عن مخابرات دول فرنسا وإيطاليا والسعودية إلى جانب مصر والإمارات. وبحسب المصدر فإن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصر خلال اجتماع باللجنة الإماراتية المصرية على تولي النظور مهام القائد العام، إلا أن اللجنة رفضت ذلك. أشار المصدر الدبلوماسي لأن عقيلة صالح متمسك بتولي أحد العسكريين من قبائل الحضور في برقة مهام نائب النظور. كشفت إذاعة فرنسا دولية عن اجتماعات عقدها مسؤولون فرنسيون مع عون الفرجاني وعبد السلام الحاسي وابناء قائد ميليشيات الكرامة الأربعة للتباحث في منصب حفتر. وأوضحت الإذاعة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زار الإمارات الأربعاء الماضي، والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للتباحث في منصب القائد العام. وأضافت الإذاعة أن فرنسا وحلفائها تولي أهمية استراتيجية لهذا المنصب العسكري، كما أن الإمارات ترغب في اختيار حليفها بعد استثمار ملايين في حفتر، فيما تخشى مصر على أمنها وتتحرك حسب النتائج وفق ما ذكر الراديو. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة المصرية أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة سيد بسيوني الخولي. أهلا بك سيد بسيوني. أهلا بك وسهلا سيد بسيوني. اليوم بدأت اجتماعات اللجنة المصرية الإماراتية وبحضور يعني أطراف من المخابرات الفرنسية والإيطالية أيضا لبحث مرشح أو بديل لخليفة حفتر. برأيك أي من الأسماء المرشحة أقرب لتولي خلافة حفتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاجتماعات التي تعقد في الإمارات الآن تدلل بشكل قاطع على أن حفتر لم يكن الأب الروحي لهذه الحركة، حركة الكرامة. معنى هذا أنه عندما يرحل حفتر من المشهد لن تتفتت هذه الكتلة أو لهذه الحركة، وسوف تظل وسوف تستمر. فالعلاقة علاقة غير عضوية بين وجود حفتر على رأس هذه الكتلة وبين مكونات هذه الكتلة ذاتها. أيضا نستشف وبشكل واضح أن الدولتين بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى لا تريد أن تقلل من شأن هذه الكتلة في الحياة السياسية الليبية، وما تسببه من أرق للعملية السياسية والتسوية السياسية، بل أنها تصر على أن تستمر هذه الكتلة وعلى قوتها، بل ربما تزداد قوة وتصر على شرذمة الأوضاع في الداخل الليبي. الأمر الثالث أن هناك بالفعل خلاف لمن يخلف حفتر، هل تتم العملية بشكل وراثي بين حفتر وبين أحد أبنائه كما يرى البعض، أم أن القضية هي قضية تخصص
دقيق من خلال عسكري يخلف حفتر لكي يكون متخصصا في هذا الشأن ويرتضيه كل المكونات التي تدخل في عملية الكرامة. هناك خلاف حول هذا. طيب في ظل هذا الخلاف سيد بسيوني، يعني هل تتوقع أن يفرض طرف من الأطراف المجتمعة اليوم رأيه أو مرشحه على باقي الأطراف؟ أنا من وجهة نظري الخاصة أزعم أن من سوف يتفق عليه مصر والإمارات سوف يتم تنصيبه في هذا المنصب، لأن مصر تنظر إلى الأمر على أنه استراتيجي حيوي، والإمارات تنظر إلى الأمر على أنه تدخل ونفوذ في إحدى المحميات التي ترى أنها إماراتية وهي ليبيا. فسوف يتم التماهي بين رؤية هاتين الدولتين لمن يتولى مكان حفتر، ومن سيرتضيه مصر والإمارات سوف يفرض بشكل مباشر، وسوف لا يكون هناك دور يعتد به للمشاركة الأوروبية سواء من فرنسا أو من إيطاليا أو من سواهما من الدول الأوروبي. لكن على أرض الواقع سيد بسيوني، يعني مصر الآن والإمارات مختلفة حول المرشح أو من سيتولى خلافة حفتر، يعني الإمارات الآن تدعم الحاسي بينما مصر تدعم يعني أطرافا مرشح آخر، ف يعني إذا كانت الإمارات سوف تختار مرشح، يعني أظن أن أو من خلال كلامك أنها ستفرض هي الأخرى وجهة نظرها أو مرشحها على مصر أيضا. نعم، لن يستمر هذا الخلاف. أنا أزعم بأن هذا الخلاف لن يستمر، سوف يتفق الدولتان على مرشح واحد، وهذا المرشح سوف يلقى تأييد الدولتين ودعم الدولتين، وستبدو الصورة كما لو أن حفتر لا يزال قائما على رأس المشهد في هذه الحركة. لن يستمر هذا التعارض أو عدم التوافق، سينتهي تماما وسيتم التوافق بين الإمارات وبين مصر. طيب، وأنا أقول بأنه ربما يرجح رأي مصر بشكل أرى أنه قوي في عملية فرض شخصية معينة على حركة الكرامة. طيب، في حالة استقرار الإمارات ومصر وفرضهم مرشحهم على باقي الأطراف الأخرى، هل تتوقع تقبل الداخل الليبي أو صفوف الكرامة لهذا المرشح حتى وإن كانت لا ترغب فيه أو يعني كانت ترغب في مرشح آخر؟ هل تتوقع تأجيج صراعات داخلية بين صفوف الكرامة أو حتى بين أطراف دولية أخرى كانت ترفض هذا المرشح؟ أنا من وجهة نظري الشخصية أن مصر والإمارات سوف يتفقان على شخصية معينة، وهذه الشخصية سوف يتم إقناع الداخل بها، وسوف يقتنع بها الداخل تماما، وستقتنع بها المكونات الداخلة في الإطار الكرامة. لماذا؟ لأن هذه المكونات تعلم يقينا أنه بدون مصر وبدون الإمارات لن تكون هناك لحركة الكرامة وجود ولن تقوم لها قائمة. أما فيما يتعلق بالدول الأخرى من خارج هذا الإطار فأنا أرى أن رأيها سيكون رأي غير مؤثر وغير وازن في عملية الاختيار. نعم. طيب سيد بسيوني، يعني الإمارات ومصر الآن وحتى الأطراف الدولية الأخرى، لكن إذا ما تحدثنا على الإمارات ومصر تحديدا، يعني ما هي مصلحتهم في اختيار قائد أو رمز على مؤسسة عسكرية أو عفوا على جيش ليبي كما يذكروه يعني أو ما كما يسموه لدولة أخرى؟ ما مصلحة الإمارات ومصر في ذلك، وما يعني كيف يكون لها يد فاعلة في ذلك أيضا؟ هذا التدخل السافر في شأن الدولة الليبية أو في شأن المجتمع الليبي نحن نعلمه ويعلمه الجميع منذ فترة طويلة، والآن هذا المشهد يدلل على أن الدولتين مصر والإمارات ستظلان
كعبثان في الداخل الليبي، تذهب من تريد وتولي من تريد. وعلى الجانب على الداخل الليبي أن ينتبه إلى هذا، هذه دلالة قاطعة على أن الدولتين لا تزالان تصران على أن تعبث في الداخل الليبي وتوجه الأحداث الوجهة التي تتنافى مع التسوية السياسية وتشرذم الداخل الليبي وتتوافق مع مصلحة الدولتين في النفوذ والتأثير في العملية السياسية بل وفي الدولة الليبية فيما بعد. فينبغي التنبه إلى هذا. هذا التدخل السافر في الحقيقة هو تدخل غير مرضي عنه تماما، لا من الأطراف الإقليمية ولا من الأطراف الدولية. ينبغي أن يترك الأمر للشأن الليبي، ينبغي أن يترك الأمر للشعب الليبي وللثورة الليبية التي فقدت الكثير من أجل أن تصل إلى هذه الوضعية التي ينبغي أن يكون فيها اختيار واضح للشعب الليبي حقيقة يعني. طيب في ظل غياب سيد بسيوني حفتر والآن يعني اختيار بديل له، هل تتوقع تغيير تعامل الإمارات ومصر مع الملف الليبي حتى وإن كان يعني هناك تغيير بسيط من جهتها تجاه القضية الليبية، أم أنها ستسير على نفس النهج؟ كما ذكرت لتوي لن تتغير رؤية مصر والإمارات لليبيا. رؤية مصر والإمارات لليبيا هي رؤية دولية، هم يرون أن الشعب الليبي ينبغي أن يقاد ويوجه من الخارج. مصر تريد أن تفرض سيطرة على الشرق، ليس على الشرق فقط بل على كل ليبيا من خلال الشرق الليبي، والإمارات تريد أن تمد النفوذ في المغرب العربي بادئة من ليبيا. هاتان الدولتان في الحقيقة هما عنصر عدم استقرار في المنطقة، وهذا لن يتغير. ستستمر مصر هكذا، ستستمر الإمارات هكذا إلى أن يتم إيكال مهمة قيادة ليبيا إلى شعبها وإلى أبنائها وإلى حكومة ونظام سياسي ديمقراطي، ويتم تشكيل دولة مدنية كتجربة ديمقراطية محترمة ومعتبرة على مستوى العالم. نعم سيد بسيوني الخولي أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. نعود للسيد غازي معلى الخبير الجيوستراتيجي. سيد غازي أهلا بك مرة أخرى. لطالما كانت المادة الثامنة في الاتفاق السياسي عقبة بين الأطراف وبين توافق الأطراف في ليبيا، الآن في ظل غياب خليفة حفتر لماذا لا تتوصل هذه الأطراف إلى توافق وتصل إلى ترشيح شخصية غير جدلية وتستغل هذه الفرصة لدعم الاتفاق السياسي مجددا وتقارب الأطراف وتستمر في اجتماعاتها لترشيح حليف خاص لها وتعمل على مصالح ضيقة؟ أولا لابد أن نقول أن خليفة حفتر الآن أو مشروع الكرامة أصح هو مشروع يقوم حول شخص، حول خليفة حفتر، وليس مشروع سياسي وليس مشروع لبناء دولة حديثة مدنية، هو مشروع يقوم حول شخص، وفي غياب الشخص يغيب المشروع. لذلك الآن هناك لجنة هذا الخلاف الشديد ما بين أطراف أو الأطراف الداعمة لهذا المشروع من مصر والإمارات وبعض الدول الأخرى حول خليفة حفتر، لأنه خليفة حفتر أمر صعب وصعب جدا، لأنه المشروع هو ليس مشروع سياسي تضع له شخص يقوده، هو مشروع شخصي، فإذا غاب الشخص غاب المشروع. ولذلك أنا قلت أنه النية الآن متجهة لإعادة خليفة حفتر إلى القاهرة، ومنها ممكن إخراجه إلى الشعب الليبي بطريقة سينمائية معينة لأنه ما زال حي وما زال مشروع خليفة حفتر موجود، وبالتالي يذوب الجليد حول من سيكون خليفة حفتر في المرحلة القادمة، ويصبح الأمر يسير يوم بعد يوم. لعودة إلى سؤالك للبند الثامن، أعتقد أنه بعد اختيار السيد المشري على رأس المجلس الأعلى للدولة وأصبح هو الشريك في البند الثامن في النقاش حول مآل الاتفاق السياسي مع عقيلة صالح، الحدث الذي سيمكن أن يغير نوعا ما في المشهد خلال الأيام القادمة هو اللقاء المرتقب ما بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، وهناك مجهودات دولية كبيرة
كبيرة لإنجاح هذا الاتفاق للخروج على الأقل فكرة جديدة أو مشروع جديد كيف الأصول إلى تعديل الاتفاق السياسي. أعتقد أن هناك شبه اتفاق ما بين السيد عقيل الصالح والسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري حول الخطوات العريضة لهذا الاتفاق، لكن يبقى الحاجز أو العائق لهذا الاتفاق الذي ممكن أن يحدث ما بين السيد عقيل صالح والسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة هو المجلس الرئاسي الحالي الموجود على الأرض، أو بأحرى السيد فايز السراج من ناحية، ومن ناحية ثانية ما تبقى من مشروع الكرامة الذي ممكن بهذا الاتفاق أن تضيع أحلامه وتضيع مشاريعه السلطوية التي كان يشتغل من أجلها ويخطط لها خلال السنوات الأخيرة الماضية. نعم، شكرا لانضمامك معنا السيد غازي معلا، كنت عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التونسية، الخبير الجيوستراتيجي. وبالعودة أيضا إلى هذا الخبر الذي أوردته إذاعة فرنسا الدولية، انضم إلينا هنا في الاستوديو الزميلة المذيعة بقناة النبا هيفاء حامد. هيفاء أهلا بك. أهلا بك عدنان. أهلا بك ألا. نعم هيفاء، نتحدث عن ما كشفت عنه إذاعة فرنسا الدولية راديو فرنسا الدولي ونشرها لخبر اجتماعات التي عقدت بين مسؤولين فرنسيين وعون الفرجاني والحاسي. نتحدث في البداية عن موقع راديو فرنسا الدولي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الفرنسية، هل يمثل وزارة الخارجية بشكل مباشر؟ ما ثقل هذا الراديو دوليا؟ نتحدث عنه. نعم. في البداية إذن راديو فرنسا الدولي RFI يعني هو مؤسسة إعلامية يعني رسمية فرنسية تابعة للدولة الفرنسية، وبالتالي وكما قلت عدنان تشرف عليه وزارة الخارجية الفرنسية، وبالتالي فإن المعلومات يعني التي يريدها هذا الموقع وهذه الإذاعة التي تحظى باحترام وباستماع كبير، حيث يقدر عدد مستمعي هذه الإذاعة بحوالي 40 مليون مستمع حول العالم لغات مختلفة، يعني هي إذاعة ذات مصداقية كبيرة، والمعلومات التي تريدها إذاعة فرنسا الدولية RFI يعني هي من مصادر رسمية فرنسية مؤكدة. نعم. طيب ندخل مباشرة هيفا في صلب الخبر ونترجم كيف نقلت الإذاعة الخبر وتحديدا توصيفها للشخصيات الذاكرة فيه كعبد السلام الحاسي كالفرجاني وأبناء قائد ميليشيات الكرام الأربعة. نعم عدنان، يعني الصحيفة أوردت الكثير من المعلومات، نختصرها بداية قبل أن ننتقل